السلام عليكم، معكم حنان من قناة فنون أونلاين. النهاردة هنتعلم إزاي نقدر نعمل شجرة الكريسماس. لو أول مرة بتشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعلي علامة الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أنا هنا عندي ورقة، تقدري تستخدمي ورق كراس رسم عادية. هعمل الورقة قرطاس او كونو بالشكل ده. هلف الورقة بعد كده هبدأ اثبتها بمسدس الشمع او اي لزقة عندك. هلزق بمسدس الشمع بالشكل ده، هبدأ ألف القرطاس بتاعي وبضغط عليه عشان أثبته. في طرف القرطاس بلزق كمان بمسدس الشمع عشان يثبت لي القرطاس. بالشكل ده بعد كده هبدأ أقص الجزء الزيادة وأساوي الجزء اللي تحت. وبكده أنا عملت أول خطوة وهي الكونو بتاعي، وده شكله في النهاية. في البداية هستخدم خيط هيمالايا إيفري داي سوبر لوكس، وكمان هستخدم إبرة 4 ملي. في الأول هبدأ أشتغل عدد سلاسل بالشكل ده، هلف الخيط على الإبرة وبسحبه، وهسيب لكم لينك تعليم الغرز في الديسكريبشن. بلف الخيط على الإبرة وبسحب الخيط بالشكل ده، بلف الخيط على الإبرة وبسحب الخيط بالشكل ده تاني. بكرر نفس الخطوات اللي عملتها، بشتغل سلسلة بالشكل ده. هكمل وارجع لكم مرة تانية. بكده اشتغلت عدد سلاسل. علشان اتأكد اذا كنت محتاجة اشتغل تاني او لا، بجيب الكون بتاعي وهبدأ ألف السلاسل على الكونو بالشكل ده. بين كل لفة ولفة بسيب مسافة ومش هشد السلسلة بتاعتي. بكده مش هشتغل سلاسل تاني. علشان نعرف المقاس اللي احنا بنبدأ نشتغل عليه عدد السلاسل، بعد ما بنشتغل السلاسل بنلف السلاسل على الكونو اللي هنشتغله سواء كان صغير او كبير. بعد كده بيرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. بعد كده هشتغل 2 سلسلة كمان، وهشتغل بعد كده عمود بلفة في الغرزة الخامسة. هلف الخيط على الإبرة وبدخل في الغرزة الخامسة. هلف الخيط على الإبرة وبسحبه، بلف الخيط وبخرج من أول لفتين. بعد كده بلف الخيط وبخرج من تاني لفتين. بعد كده بشتغل غرزة سلسلة، بلف الخيط على الإبرة وبسحبه، هسيب الغرزة الأولى والغرزة الثانية وبشتغل في السلسلة الثالثة. بشتغل 2 عمود بلفة، بلف الخيط على الإبرة بلف الخيط واسحبه،
هلف الخيط على الإبرة وبخرج من أول لفتين، بعد كده من تاني لفتين. هشتغل 2 غرزة سلسلة، 1 2، بعد كده بشتغل في نفس الغرزة غرزة عمود بلفة، بلف الخيط على الإبرة وبدخل في نفس المكان، بدخل في نفس الغرزة بالشكل ده، بعمل تزايد في نفس الغرزة، هلف الخيط واسحبه من اول لفتين، بعد كده من تاني لفتين، بعد كده بشتغل غرزة سلسلة واحدة، هسيب الغرزة الاولى والغرزة التانية، وبشتغل في الغرزة التالتة 2 عمود، بلف الخيط وبدخل في الغرزة، بسحب الخيط، هلف الخيط وبخرج من اول لفتين، بعدين من تاني لفتين، بشتغل 2 سلسلة ما بين كل عمود وعمود، بشتغل 2 سلسلة. بعد كده هشتغل في نفس العمود أو في نفس الغرزة، كده عملت عمود بلفة، اشتغلت غرزة سلسلة واحدة، بعدين بسيب الغرزة الأولى والتانية وبشتغل في التالتة، بشتغل عمود بلفة بالشكل ده، هشتغل في النص 2 غرزة سلسلة، هشتغل في نفس الغرزة غرزة عمود بلفة، وبشتغل غرزة سلسلة، بعد كده بلف الخيط وبسيب الغرزة الأولى والتانية، وبشتغل في الغرزة التالتة 2 عمود بلفة، بعد كده بلف الخيط وبخرج من تاني لفتين، بشتغل بعدها 2 سلسلة، بدخل في نفس الغرزة وبشتغل عمود بلفة، بالشكل ده، بعد كده بشتغل غرزة سلسلة، بكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر، وهرجع لكم مرة تانية نكمل مع بعض. وكده أكون وصلت لنهاية السطر، بعد كده هبدأ أشتغل السطر اللي بعده، برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هلف الشغل بتاعي بالشكل ده، هلف الخيط على الإبرة وبدخل في النص بالشكل ده، وبشتغل عمود بلفة، بعد كده بشتغل 2 سلسلة، 1 2، هشتغل عمود بلفة في نفس المكان، بدخل في النص بالشكل ده، لف الخيط وبخرج من تاني لفتين، هشتغل تاني عمود بلفة بالشكل ده، بكده انا بشتغل في النص 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة، بعد كده بشتغل 2 سلسلة، وفي الجزء التاني هنا بشتغل 2 عمود بلفة، هلف الخيط على الإبرة وادخل في نص الغرزة، بشتغل عمود بلفة، هشتغل عمود بلفة تاني، هلف الخيط واسحبه، بخرج من اول لفتين وتاني لفتين، بعد كده بشتغل 2 سلسلة، بعد كده بشتغل 2 عمود بلفة في نفس المكان بالشكل ده، بلف الخيط بدخل في نفس المكان تاني، بشتغل عمود بلفة، بعد كده بشتغل 2 سلسلة، 1 2، بعد كده هبدأ أشتغل غرزة عمود بلفة، بشتغل في الغرزة اللي عاملة زي المثلث، بدخل في النص بلف الخيط وأسحبه، بخرج من أول لفتين، بعدين بلف الخيط وبخرج من تاني لفتين، بشتغل كمان غرزة عمود بلفة، بلف الخيط على الإبرة، بدخل في نفس المكان، بلف الخيط وبخرج من أول لفتين،
بعد كده بخرج من جرين لف تاني، هعمل 2 سلسلة، بعد كده هشتغل 2 عمود في لفة. هعمل العمود اللي بعده، بلف الخيط واسحبه، بلف الخيط بخرج من اول لفتين وتاني لفتين، بعد كده بشتغل 2 سلسلة، 1 2، بلف الخيط وبشتغل في الغرزة اللي بعدها 2 غرزة عمود بلفة، بعدها 2 سلسلة 2 عمود بلفة. هلف في الخيط وبخرج من تاني لفتين، بعد كده هشتغل عمود بلفة كمان، بلف الخيط واسحبه، بلف الخيط وبخرج من أول لفتين، بعدين تاني لفتين، بشتغل 2 سلسلة، بعد كده بشتغل 2 عمود بلفة. اشتغلت أول عمود، بشتغل العمود اللي بعده بالشكل ده، واشتغل 2 سلسلة، 1 2، بعد كده في الجزء اللي بعده بشتغل 2 عمود بلفة، بعدين بشتغل 2 سلسلة واتنين عمود بلفة، بعد كده بشتغل 2 سلسلة وبكمل بنفس الخطوات اللي اشتغلتها في الجزء اللي بعده. بعد كده هكمل السطر النهائي بنفس الطريقة وارجع لكم مرة تانية نكمل مع بعض. وبكده أكون وصلت لنهاية السطر، بعد كده هبدأ أشتغل السطر اللي بعده. هلف الشغل بتاعي بالشكل ده، في الغرزة اللي في النص هنا ببدأ أشتغل 9 أعمدة بلفة، هلف الخيط على الإبرة وبدخل في النص واشتغل عمود بلفة، هشتغل العمود اللي بعده، هلف الخيط وبخرج من أول لفتين، بعد كده تاني لفتين، كده اشتغلت 3 عمود بلفة، هشتغل الرابع، كده 5، سبعة، 8، 10 العمود التاسع، 9، كده أنا اشتغلت 9 عمود بلفة. بعد كده هنا بشتغل غرزة حشو، بقفل بغرزة حشو، هلف الخيط واسحبه، بلف الخيط وبخرج من اللفتين مع بعض بالشكل ده. بعد كده بكرر نفس الخطوة اللي اشتغلتها هنا في الجزء اللي بعده، بشتغل غرزة عمود بلفة 9 أعمدة، هدخل في النص، هكبر لكم الشاشة في البداية عشان تكون واضحة، هلف الخيط على الإبرة وبدخل في النص بالشكل ده وبشتغل عمود بلفة، بلف الخيط وبخرج من أول لفتين، بعد كده بخرج من تاني لفتين، كده اشتغلت أول عمود، بعد كده هشتغل تاني عمود، ثلاثة، كده 4 5 6 7، كده 8، هشتغل العمود التاسع،
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمانية. هشتغل آخر عمود. بالشكل ده. بعد كده بقفل بغرزة حشو في النص، بدخل في الجزء ده وبشتغل بغرزة حشو. هلف الخيط واسحبه، وبعد كده بلف الخيط بخرج من اللفتين مع بعض. الجزء ده كمان بشتغل فيه 9 أعمدة. النص ده بشتغل فيه 9 أعمدة، اللي هو الجزء اللي عامل زي المثلث، زي غرزة الصدفية. بدخل في نفس المكان وبشتغل عمود بلفة. لو الخيط بتاعك سميك تقدري تشتغلي 8 أعمدة. هشتغل العمود اللي بعده، بلف الخيط وبخرج من أول لفتين. بعد كده بلف الخيط وبخرج من تاني لفتين. 1، 2، 3، 4، 5. كده اشتغل العمود رقم 6. كده رقم 7. تمانية. هشتغل آخر عمود. بعد كده بقفل بغرزة حشو، بلف الخيط واسحبه وبخرج من اللفتين مع بعض. بالشكل ده. ده شكل الغرزة. هبدأ اشتغل الجزء اللي بعده. بدخل في النص وبشتغل 9 أعمدة. هلف الخيط على الإبرة. اتنين. تلاتة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. هشتغل آخر عمود. بعد كده بقفل بغرزة حشو. بعد كده أكمل السطر بنفس الطريقة، بشتغل في الغرزة 9 أعمدة وبقفل بغرزة حشو. بكمل للنهاية وبرجع لكم مرة تانية نكمل مع بعض. بكده أكون وصلت لنهاية السطر واشتغلت آخر جزء من الشجرة، وده شكلها. بعد كده هجيب طرف الشغل بتاعي بالشكل ده، وهجيب الكونو اللي كنت عملته بالورق. هبدأ ألزق في الكونو من تحت. هلزق في الجزء ده الشجر بتاعي. هجيب مسدس الشمع وهثبت في البداية الجزء الأول. هجيب الشجرة أو فرع الشجرة اللي أنا كنت اشتغلته بثبته. بالشكل ده. بعد كده بسيب مسافة وبحط تاني لزق عشان يثبت لي الجزء الأول.
ملف الشغل بتاعي مشى كده، وفي نفس الوقت بثبت بالمسدس. هل بسيب مسافة وبثبت بالمسدس، بالشكل ده. بعد كده هبدأ ألف السطر التاني، ما بين كل سطر وسطر بلف فيه الشغل بتاعي، بسيب مسافة. في البداية هجيب اللزق، هسيب مسافة بين كل جزء وما بين سطر وسطر. بلزق بمسدس الشمع وبسيب مسافة ما بين كل لفة بشتغلها. بلف الشغل بتاعي بالشكل ده. بكمل لف الشجرة بتاعتي للنهاية بنفس الطريقة، هكمل وارجع لكم مرة تانية نكمل مع بعض. بعد كده في الجزء الأخير بلزق بمسدس الشمع وهلف الشغل بتاعي بالشكل ده. هلزق من الناحية التانية. هلف أفرع الشجرة تاني. بلفها بحيث ان تكون من فوق زي مثلث. هلزق بمسدس الشمع وهلف في الشغل تاني. هثبت بمسدس الشمع في الأول، وكده أكون خلصت الشجرة بتاعتي. ودلوقتي هبدأ أحط الزينة. هنا أنا عندي لولي وعندي نجوم عما كنت عملتها بالكروشيه، وكمان عندي الهدايا، وكمان عندي دي بس معرفش اسمها ايه. في البداية بجيب اللولي بتاعي ومسدس الشمع،
بالشكل ده. بعد كده بلزقه في الشجرة بتاعتي، تقدري تستخدمي لو حابة تستخدمي نفس اللون في اللولي، تستخدمي ألوان كتير. أنا هنا هستخدم أكتر من لون المتوفر عندي. بوزع اللولي في الشجرة كلها، بالشكل ده. هكمل توزيع اللولي وارجع اكمل معاكم مع بعض. وبكده اكون خلصت توزيع اللولي في الشجرة. بعد كده هبدأ اعلق اللمبات بالشكل ده. هلزقها من تحت، هرفعها بالشكل ده وبلزق من تحت. هلزق اللي بعدها، هرفع الشجرة وبلزقها من تحت. بلزقها من تحت علشان اللزق ما يكونش واضح وشكلها مش هيبقى حلو. بكمل لزق باقي الزينة بنفس الطريقة وارجع اكمل معاكم مرة تانية. انا هنا عندي بابا نويل، وكمان عندي علب الهدايا الصغيرة. بلزقها على ايد بابا نويل، احط اللزق، بعد كده بثبت العلبة. وبثبت العلبة التانية، بالشكل ده. بعد كده هثبت بابا نويل في الشجرة. في الشجرة من فوق بدخل رجل بابا نويل من جوه بعد ما حطيت اللزق، هثبتها كويس. بالشكل ده
بعد كده هلصق كلمة ميري كريسمس، بالشكل ده. بعد كده هستخدم شريط الإضاءة، هبدأ ألفه على الشجرة، في البداية هثبته كويس من فوق، وهلف الشريط على الشجرة كلها. اوكي، نكون اتعلمنا ازاي نقدر نعمل شجرة الكريسماس بالكروشيه بشكل بسيط جدا. حتى لو كنتي مبتدئة تقدري تشتغلي شجرة الكريسماس، ويا رب يكون الفكرة عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكل سنة وانتم طيبين.